بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أهلا بكم أعزائي الطلاب الصف الثامن إلى أولى دروس التعلم عن بعد، وسوف نتناول الحديث في هذا اليوم الوحدة الرابعة نحن والبيئة، اسم الدرس نقص المياه الجزء الأول. أهداف الدرس: في نهاية الدرس ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على الهدف الأول، أن يذكر الطالب نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب في العالم. الهدف الثاني: أن يستنتج الطالب مصادر المياه في العالم. الهدف الثالث: أن يعرض الطالب أسباب نقص المياه في العالم. افتح عزيزي الطالب الكتاب المدرسي صفحة 85، أهمية الماء. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء هو أساس الحياة على الأرض، فأينما وجد الماء وجدت الحياة. علاوة أن المكون الرئيسي للحياة هو الماء، لذلك فإن ندرتها أو اختفاؤها قد يؤدي إلى انعدام الحياة. السؤال الأول: وضح أهمية المياه للكائنات الحية. الإجابة صحيحة، لأنه بدون ماء لا توجد أي حياة على كوكب الأرض. السؤال الثاني: توقع الأخطار الناتجة عن نقص المياه. الإجابة صحيحة، موت الكائنات الحية وحدوث الجفاف وارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية. نسبة الماء ومشكلته. سؤال عزيزي الطالب: كم نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب على كوكب الأرض؟ النسبة قليلة جدا، لا تتجاوز 2.5%. هل تعلم أن 70% من المياه العذبة الصالحة للشرب من إما تكون مجمدة أو محصورة في القطب الشمالي أو الجنوبي والأنهار الجليدية؟ وأيضا أن هناك 700 مليون شخص في العالم يعانون أيضا من نقص المياه، وأن هناك أيضا 43 دولة أيضا تعاني من نفس المشكلة. توزيع المياه على الكرة الأرضية: 97.5 ما تكون مياه مالحة، وهي عبارة عن بحار ومحيطات. أما المياه العذبة لا تتجاوز 2.5 في العالم. افتح عزيزي الطالب الكتاب صفحة 93. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. 1- تصل نسبة المياه العذبة المجمدة في العالم تقريبا إلى ألف 50%، باء 60%، جيم 70%، دال 80%. أحسنت، 70%. الهدف الثاني: أن يستنتج الطالب مصادر المياه في العالم. من خلال الصور التالية استنتج أهم مصادر المياه في العالم. الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة. الصورة الأولى ترمز إلى مياه البحار، الصورة الثانية ترمز إلى مياه الأنهار، الصورة الثالثة ترمز إلى مياه الآبار والعيون، الصورة الرابعة إلى مياه البحيرات. إذا عزيزي الطالب، يوجد لدينا 4 مصادر للمياه في العالم، وهي كالتالي: مياه البحار، مياه الأنهار، ومياه الآبار والعيون، ومياه البحيرات. الهدف الثالث: أن يعرض الطالب أسباب نقص المياه. قبل أن نتحدث عزيزي الطالب عن أسباب نقص المياه، على الرغم من أن نسبة المياه العذبة على سطح الأرض بسيطة، ولكنها تتعرض للعديد من المشاكل. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة نقص المياه؟ الأسباب كثيرة، منها: 1- تغير المناخ، 2- النمو السكاني، 3- التوسع الحضري، 4- تلوث المياه العذبة، 5- الأنشطة الاقتصادية للإنسان، 6- سوء الإدارة أو سوء الاستخدام أيضا للإنسان. يمكنك التعرف عزيزي الطالب على أسباب نقص المياه من المخطط التالي. أسباب نقص المياه:
يوجد لدينا عدة أسباب لنقص المياه. السبب الأول هو تغير المناخ. السبب الثاني النمو السكاني. السبب الثالث التوسع الحضري. السبب الرابع تلوث مياه العذبة. السبب الخامس الأنشطة الاقتصادية للإنسان. السبب السادس سوء الإدارة وسوء الاستخدام للإنسان أيضا. افتح عزيزي الطالب الكتاب صفحة 94 السؤال الرابع الجزء الثاني. السؤال الرابع أجب على كل مما يلي: عدد أسباب نقص المياه في العالم. 1- تغير المناخ. 2- النمو السكاني. 3- التوسع الحضري. 4- تلوث المياه العذبة. 5- الأنشطة الاقتصادية. 6- سوء الإدارة. 1- تغير المناخ، والذي يعد سبب رئيسيا من أسباب نقص المياه. سؤال عزيزي الطالب: كيف يتسبب تغير المناخ في نقص المياه؟ يتسبب تغير المناخ في زيادة معدل حدوث الجفاف، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص المياه، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية. وعندما تنهار هذه الأنهار الجليدية والقمم الجليدية تؤدي إلى ارتفاع مستويات البحار، وعندما ترتفع مستويات البحار فإنها تؤثر على ملوحة مصادر المياه الجوفية للإنسان. افتح عزيزي الطالب الكتاب المدرسي صفحة 93 السؤال الثاني الجزء الثاني. السؤال الثاني بما تفسر؟ يعتبر التغير المناخي من أسباب نقص المياه لأنه يحدث جفافا ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية التي بدورها تؤدي إلى ذوبان القمم والأنهار الجليدية كما تحدثنا سابقا. النمو السكاني وهو من العوامل المؤثرة في نقص المياه. سؤال عزيزي الطالب: هل يؤثر ارتفاع أعداد السكان إيجابيا أم سلبيا على موارد المياه المتاحة إليهم؟ بالتأكيد سوف يكون الجواب: التزايد في أعداد سكان العالم يؤدي إلى زيادة استهلاك المياه، فكلما زاد عدد السكان زاد استهلاك المياه. افتح عزيزي الطالب الكتاب صفحة 94 السؤال الثالث الجزء الثاني. السؤال الثالث أوجد العلاقة بين كل مما يأتي: ما علاقة النمو السكاني ونقص المياه؟ كما تحدثنا سابقا أنه كلما زاد عدد السكان زاد استهلاك السكان للمياه. الغلق الختامي للدرس: تعلمنا في هذا اليوم أن مصادر المياه أربعة: البحار، الأنهار، الآبار والعيون، البحيرات. وأيضا أسباب نقص المياه وهي ستة: السبب الأول تغير المناخ، السبب الثاني النمو السكاني، السبب الثالث التوسع الحضري، 4 تلوث المياه العذبة، 5 الأنشطة الاقتصادية، 6 سوء الإدارة أو سوء الاستخدام. أعزائي الطالب، عليك الدخول على نظام إدارة التعلم LMS وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم. ملحوظة: سيتم تسجيل الحضور من خلال الإجابة على السؤال. وهذا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه.